صح؟ السكشن مالتها الكروس سكشن اريا، هاي يسموها الكروس سكشن اريا، او هاي نفسها كروس سكشن. الكروس سكشنال اريا يعني المكان اللي انا اقطع بيه اي مكان بهذا السطح هو دائره. فالمبدا كانه ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ عندك دائره او دائره ودي تصفط عليها مجموعه دوائر. اوكي؟ من راح تصفط هاي مجموعه الدوائر؟ ستاك يعني تسويهم، تسوي واحد فوق الثاني، واحد فوق الثاني، ايش راح يتولد عندك؟ يتولد عندك هنا سطح. هذا السطح كله من يتكون من مجموعه دوائر؟ هو اكيد اسطوانه 100%، يعني ما نو كويستشن، يعني ما بيها اي سؤال او ما بيها نو انسر، ما بيها اي جواب، يعني انه خلاص مجموعه دوائر صفتها واحد فوق الثاني ايش راح تكون؟ راح تكون اسطوانه. فالعمليه كانه هسه ايش تسوي؟ جاي تبني انت، اذا كانت الاسطوانه خلينا نفرض مثل هاي الحاله، تخيل انه عندك دائره هنا وبعدها ايضا بنيت، خلينا نسميه هذا بناء، يعني انت عندك مجموعه طابوق بدها تبني، بنيت مكان دائري بعدين، يعني قاعده دائريه، بعدين النوبه ايضا رجعت انه فوقها ساف ثاني، بعدها فوق ساف ثالث، وهكذا لحين ما نوصل الى نفرض هذا هذا الشكل الهندسي او العماره او وات ايفر شلون تريد تتخيلها براحتك. فاذا هاي المعادله تمثل مساحه مقطع، تمام؟ خليني اذا اكو سؤال حسين لسه واضحه بالنسبه لهاي الحاله؟ دكتور عشان تفيدك دكتور. ايدك. بعد طلاب. خلي اشوف من الشباب موجود. اوكي، اذا ماكو سؤال خلينا نكمل، نستمر بالمحاضره. خلي اشوفكم في مثال عملي، مثل انا قبل شوي شفته كمان، شوفوا هنا هذا هم سيرفس، هو نفس الدائره اللي احنا رسمناها، تلاحظون هنا هسه، شوف الدائره نصف قطرها ايش قد؟ 4. شوفوا هنا 0 ناقص 2 ناقص 4، 0 2 ب 4، هاي وين؟ بالاتجاه الاكس. بالاتجاه الواي نفس الحاله ايضا، لان هي دائره، ف 4 ب 4 يعني منها 2 ومنها 2. الارتفاع اللي هو الزتله على التعيين، كيفك تريد تخلي بس الجزء الموجب، تريد تخلي جزء سالب موجب وسالب وهكذا. زين هسه انا راح عليكم السلام ورحمه الله. استاذ علي تحسين يمكن يحتاج مساعده، قاعد ارسلك على التليجرام. من هو العفو؟ علي تحسين. نعم. ايش بيه علي تحسين؟ ارسلك على التليجرام يمكن يحتاج مساعده. علي تحسين تمام. يعني ما اقدر شو اساعده يعني؟ تعذر انضمامك للفيديو. اوكي. بس اذا انتم متواصلين ويا يعني انتم كلكم منضمين، اخاف مو حساب الجامعه، خلي اتاكد بس. تمام؟ لان ما عندي يعني ما داخل هو حساب الجامعه، يقدر يدخل على حساب الجامعه، يتاكد فقط. خلي اشوفه. علي تأكد من انه انت داخل حساب الجامعه. ما اقدر اسوي شيء، يعني ما جاني طلب وانا مثلا ما قبلته. يعني ثاني انا من جاي يفتح عندي يعطيني نوتيفيكيشن يقول لي اكو احد خارج الفرات الاوسط يريد يدخل، كان انا اقدر اساعده منه، اسوي ادمت واقبل الدعوه مالته ويدخل، بس ما اعرف شنو السبب. زين خلي حاول يدخل من الكلاود، حاول تدخل من الجوجل كلاس روم. اكو داخل الجوجل كلاس روم شباب، هسه اشوفكم وين الجوجل كلاس روم. هذا اكو داخل الكلاس، شوفوا هذه العلامه تشوفوها. علي تحسين ما ادري سوى ولا هو ما يقدر يسمعنا بهالشكل هذا، اذا تقدرون تشرحوا له طلاب رجاء،
شوفوا هاي هسه هذا هسه هاي بالنسبه لكم هذا الكلاس مالتكم اكو هنا فت علامه مال الكاميرا خلي يحاول يدخل من عندها مو على الرابط بس بلا زحمه عليكم حاولوا تبلغوه لعلي كريم كريم عيني بلغ نعم صديق دار اصلا اي قول له قول له ادخل من الكلاس روم اكو فوق بالاعلى على اليس جهه اليسرى اكو علامه مال الكاميرا اكو رابط يخلي تدخل من هناك زين يلا خلينا نكمل هسه انا راح اسالكم في السؤال اذا قلت لك ارسم لي السيرفس ارسم لي السيرفس درو مثلا ارسم السيرفس سطح اوكي هو انا دا اقول لك سطح واي يساوي العفو يساوي زد يلا بس اريد من عندكم تجاوبوني هذا شلون راح يصير الرسم مالته بس مجرد انه اريدك تتخيل هو طبعا الهدف من هاي المحاضره كلها انه خلي الطالب يتخيل السيرفيسز بال 3 دايمنشن شلون تتخيل الابعاد او السطوح بال بالاحداثيات الثلاثيه جعفر تقدر تقول لنا جعفر شبر تقدر تقول لنا هذا شلون يرسم واي يساوي زد او على الاقل شنو شكله هاي شنو المعادله مربع نعم مربع شكل رباعي ممتاز حسين لا مو مكعب مربع بس هو هذا المربع عباره عن هسه راح اقول لك شنو هو بس اريد بعد الطلاب البقيه يشاركونه جعفر شبر موجود جعفر مو موجود شنو السالفه السلام عليكم دكتور عليكم السلام اهلا باسم الله يسلمك باسم دكتورنا ما اقدر احضر محاضره اليوم ليش باسم والله وايد مريض راح احضر المصيف هسه اذا انت عندك ظروف وبعد ما نقدر نقول لك يعني خلاص ظروف بعد خلاص داواتك مريض ما اقدر اسال اي براحتك باسم ما بالنسبه لي ما عندي سيف مسلط على رقاب اي احد انت حريص على مستقبلك اكثر من عندي بس الهدف انه انت حضورك بالمحاضرات السابقه شلون هسه بس ليش المحاضره ما حضرت المحاضرات السابقه حاضر هسه بس ما ذاك هذا هسه من عندك كونسنت انت هسه تعرف هذا نسجل احنا هذا كله مسجل بال 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 باليوتيوب راح يرفع باليوتيوب ما اعرف انا بالنسبه لي اذا اليوم عندك ظروف انا ما اقدر امنعك بس تبقى المحاضره شيء مهم جدا لا يمكن ان تستغنى عنها لازم ترجع لليوتيوب وتشوفها من جديد ان شاء الله ان شاء الله رجع لها والله يلا ان شاء الله واي واحد اي طلاب رجاء اي طالب عنده ظرف او شيء انه بعد تليجرام ليحكي على الـ على الـ على الـ بالهذا ويسوي مقاطع للمحاضره لان احنا وقت المحاضره كلش مهم رجاء اذا عندكم شيء انه بعد تليجرام تحياتنا باسم استاذ وانا اسف استاذ حبيبي براحتك يلا اوكي جعفر شبر ماكو مو موجود حسين رياض شنو رايك انت نعم دكتور اليوم ملتحق متاخر بينا لا موجود بس 10 دقائق تاخر بلي بس شنو هسه انت هذا الرسم اللي تتخيله يعني هسه انت شفت الدائرة انت هم يسمى معين شكل معين شكل معين بال 3 دي الواي يساوي زد واي يساوي زد وبالضبط هو مربع بس بال 3 دايمنشن شلون راح يصير؟ خلينا نشوف ممتاز حسين انت وحسين فهد ممتاز شوفوا هسه هذا عندنا الزد صح؟ وهذا عندنا الواي وهذا عندنا الاكس زين من اجي العلاقه بين من؟ بين من؟ شوفوا العلاقه بين واي وزد اذا نرسمها بال 2 دي تخيل هسه هذا الزد يعني تخيل انت نفسك دا تنظر لهذا الشكل من هالمكان من هالموقع هذا الزد وهذا الواي واي يساوي زد يعني شنو معناته؟ معناته خط مستقيم بين من؟ بين الزد والواي
فاجي خط مستقيم بين من بين الزد والواي، بس عندي بعد مفقود لان انا دا اريد من عندك سيرفس يعني سطح، البعد المفقود هنا أنا شنو؟ اكس. فحتى اكمل للاكس اسوي العفو، امد امتداد لنهايه الخط المستقيم. أم شويه رات بعد اوكي زين، واكمل هذا الامتداد. شوفوا هسه هذا الخط يوازي المن الاكس اكسز، وهذا الخط يوازي هذا الخط الخط المستقيم. طبعا نكمل الامتداد لان قلنا اكس بالموجب واكس بالسالب، وايضا راح ينزل. فبالضبط مثل ما قال حسين، مثل ما قال زملائكم يعني حسين فهد وحسين رياض، عباره راح يكون عن شكل. طبعا هو لانه مايل بزاويه يصير شكل يشبه المعين او شكل مستطيل. طبعا وتقدر ايضا تكمل هذا هذا الخط المستقيم، تقدر تكمله وين؟ بالجزء السالب او بالجزء الاخر. بس المهم انه كانه ورقه. ايضا نرجع الى نفس المثال هذا، شوف هذا كله شكله هنا، كل هذا عباره عن عن ورقه مايله بزاويه مقدارها 45 عن من؟ عن الواي اكسس. اذا العلاقه هي بين الاكس والز العفو الواي والزد، وهاي الواي والزد تحكمها معادله خط مستقيم. يعني بين قوسين نقدر نخلي احنا ورقه محصوره بين الزد وبين الواي. هسه صار معلوم؟ صار معلوم لو لا؟ واضح دكتور. تمام دكتور. نعم يعني ما نقدر نقول متوازي سطوح. هو شوف الحسن مو اي نعم دكتور هو جاي يشوف هسه بال اي مو الرسم مو هو مو متوازي، هو ما عنده متوازي السطوح، ترى متوازي مستطيلات صح؟ التسمية صح، هي التسمية بس التسمية فقط. نعم. أنا شريد من عندك مو هنا يعني التسمية راح تغير هواي مفاهيم. أريد من عندك بس تتخيل لي إنه عندي واي وعندي زد. طبعا هذا بالمناسبة هذا اللي تشوفه هسه الآن، أنا أقدر أقول لك ارسم لي سطح واي، أو هسه راح أشوف راح أعطيك مثال زد، ارسم لي سطح زد يساوي 4. تفهمون شلون؟ هذا رغم انه شوف التتباوع انه زيت يساوي 4، هذا عباره عن شنو؟ عن كونستنت، يعني هو بس 4. راح تقول لي اوكي زين هي زيت يساوي 4 زين الاكس والواي وين راح؟ الجواب راح يكون بما انه انا دا اقول لك سطح قيم الاكس والواي خليها مفتوحه يعني ممتده. فاذا نجي نرسم الزيت يساوي 4، شلون نرسم الزيت يساوي 4؟ هذا الزيت شوفوا طلاب، تبدي تحسب 1 2 3، خلينا نفرض هاي 4، هاي الأربعة النقطة 4 هي نقطة تقاطع شنو؟ سطح، سطح موازي لمن؟ للإكس وموازي لمن؟ للواي. شلون راح نرسمه؟ شوف هاي نقطة التقاطع، راح نجي نرسم السطح كالتالي. هسه هذا يسموه متوازي المستطيلات على ما أعتقد، مثل ما هسه زميلكم يعني طبعا. ليش الاضلاع داخليها مايله بزاويه؟ تعرفون ليش داخليها مايله بزاويه؟ حتى تكون مفهومه لك انه هو هذا الشكل عباره عن سطح. شوفوا هنا التقاطع، هذا التقاطع مال السطح ويا من؟ ويا الزيت اكسس. شوفوا هسه هذا متوازي المستطيلات او ورقه، ورقه هاي الورقه يعني موازيه للاكس واي بلين. هذا الاكس واي، هذا الاكس واي بلين، شوفوا هذا البلين، هذا الاكس واي بلين، توازي المن؟ توازي هذا السطح بالضبط، ده توازيه اوكي موازي، يعني الزاويه بين من بين الورقه وبين الاكس واي بلين صفر، ماكو زاويه. هنا الزاويه هاي الورقه نفسها فريتها بزاويه قد من؟ يقول لي قد الزاويه هنا واي يساوي زد 45. ممتاز 45 درجه، هاي الزاويه 45 درجه لانه الميل عندي واحد 45. ايش وقت يساوي الساين والكوساين، او ايش وقت التان يصير واحد بالزاويه 45؟ لما يساوي الساين والكوساين مالت. فهاي الزاويه 45 هنا الزاويه ويا الافق، خلينا نسميها ويا الافق، الزاويه هنا ويا الافق ايش قد؟ صفر زيرو. هنا الزاويه ويا الافق ايش قد؟ 45 درجه. هاي تخيلها ورقه، هاي السطوح
هاي سطوح يفضل. انا دائما ليش دائما اذكر مثال الورقه؟ الورقه مثالها ليش؟ لان الورقه اقدر اشكلها اسطوانه، اقدر اشكلها ورقه افقيه مثل هذا الرسم، اقدر اشكلها ورقه مايله بزاويه مثل هذا الرسم، اقدر اشكل الورقه عباره عن اسطوانه. زين، وراح تشوفون هسه رسومات بعد راح ناخذها كلها تقريبا نفس المبدا. دائما تخيل بايدك ورقه وحاول هاي الورقه تشكلها مثل ما انت تريد. بتول عزيز، بتول موجوده؟ بتول ما موجوده. حسين شاكر، استاذ كانت الكهرباء طافيه يمي بس انا كنت حاضره. بلي بتول، لا تفتهمين شنو اللي دا يصير هسه حاليا؟ هسه احنا ايش بدنا نسوي؟ وين وصلنا احنا اخر شيء؟ استاذ ما ادري بس قبل شوي انا طفت الكهرباء يمي ف تمام. بتول، حسين شاكر موجود؟ عباس عبد الرضا، تسمعني عباس؟ ها عباس شنو، وين انت؟ عباس شنو، شو صوتي ما كلش هوسه؟ ما اسمعك حسين شاكر، ماكو. تمام، خلينا نكمل. بس رجاء اي طالب عنده سؤال خليه يسال ولا يتردد، يعني مو عيب السؤال. نعم موجود بس هذا على البي سي شويه ما تمام. يلا ماكو مشكله. عباس هسه اوكي بدنا نسمعك انت ويانا. شنو اي اخر شيء اخذنا الرسم بين الواي يساوي زد. بلي، وبعد هاي فهمت الرسومات شلون صارت؟ اي واضح. يلا تمام، خلينا نرجع نكمل. جعفر شبر ما اعرف شو نذيع بيه، ماكو مو موجود. بس لا ارجع نام. حسين شنو اليوم اكو عندك مشكله بالصوت بالانترنت؟ اوكي خلينا نكمل. خلينا ناخذ هسه الان فد شيء جديد اخر ثاني او رسم ثالث خلينا نسميه، اللي هو إليبتيك سلندر. زين، الإليبتيك سلندر من اسمه يعني انا عندي اسطوانه المقطع مالتها عباره عن شنو؟ عن إليبس. زين، خلينا ناخذ مثال. المثال هو اكس تربيع زائد 4 زد تربيع يساوي 4. شوفوا طلاب، هاي يمكن المره الثالثه او الرابعه دائما وابدا اكد على انه ترجعون للاساسيات مالت القطوع. ليش؟ لانه انا من الناس مرات اخربط بين معادلات القطع، هل هو قطع ناقص لو قطع زائد؟ بالنسبه للقطع المكافئ سهل. زين، بس ثواني العفو. تمام طلاب، نرجع. زين، فهنا اريد بس نذكركم معادلات القطوع هي كالتالي: اكس تربيع بها تربيع، شوف، وقت هنا الاشاره اما زائد او تكون ناقص،
طبعا. وهنا خلينا نقول وايد تربيع، خلينا ناخذ هسه على الحاله الطبيعيه شو يساوي؟ طبعا هنا يساوي واحد، بس شوف شلون دا افكر اني، وانت حاول تفكر نفس الطريقه. فهنا شو يصير عندي؟ اما يكون هذا العفو، خلينا اسوي اي تربيع، اي تربيع. الو نعم اسمعك. الو دكتور صحيت باسمي، بس كنت قايم عن يعني عن الحاسبه ما كانت صاحوني في قمت يعني ما قدرت. ايش قد من قمت صار لك؟ صار لك تقريبا اكثر من خمس دقائق. اي مو يعني هو صار لي 10 دقائق من قايم اصلا صراحه. تمام يلا صح، راح بعد السؤال جاء ابو زملائك وخلص بعد. عادي عادي ان شاء الله ان شاء الله، بس حاول ستيك اون يور كمبيوتر، حاول تثبت بالحاسبه مالك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. زين فشوفوا، بس اريد واحد يعني انتم وياي واحد واحد، شوف تنتبه. اذا كانت الاشاره زائده فهذا القطع شو نسميه؟ ممتاز، هذا نسميه ناقص. جيد زين، اذا كانت الاشاره موجب يعني تمام، مثل ما تعرفون القطع الناقص هو بي حالتين، اما يكون القطع واقع على الاكس اكسس. شنو معناته؟ معناته المحور الكبير اكبر من المحور الصغير. زين يعني اكو المحور الكبير واقع على الاكس، فهمتوني؟ والحاله الثانيه المحور الكبير واقع وين؟ على الواي. زين فهنا اذا كان الاشاره زائد راح اتوقع اما يكون هذا الرسم او هذا. زين شلون احدد على الاكس او على الواي؟ اشوف ياهو من ذولا يعني اكبر، مثلا اذا كان الاي اكبر من بي اذا وين واقع هو؟ هنا. واذا كان البي اكبر من اي وين واقع؟ على الواي. هذا هسه انتهينا من القطع الناقص، لا ما انتهينا، انتهينا من عده. زين بالنسبه للقطع الزائد اذا كانت الاشاره سالبه راح ايش راح نقول عليه؟ قطع زائد. زين ايش بقى؟ شلون نحدد المحور مال القطع وين واقع؟ على الاكس لو على الواي؟ طبعا الرسم اما يكون مالته بهالشكل هذا تمام اللي هو على الاكس، واما يكون بهالشكل هذا اللي هو وين واقع؟ على الواي. شلون نحدده؟ نحدده ايضا منين؟ من الاشاره الموجبه. ما نحدده هالمره من الاكبر والاصغر. اذا كانت الاشاره الموجبه، شوف هسه هنا هاي موجب، خلينا نفرض هسه عندنا هذا مو موجود الزائد، يعني عندي هاي اشاره موجبه بلس هذا ماينس. اذا على الاكس فهو واقع وين؟ على الاكس. فهذا الكلام هسه اللي انا انطيتكم اياه كل المقدمه اريد تثبتن ببالك. يعني هاي من المسلمات والبديهيات، اخاف تتواجهك بامتحان فشي انت ذني كلنا مسيطر بيها. يعني خلينا نمسح نرجع لشغلنا الاساسي اللي هو هذا المعادله اللي هي هاي المعادله. هاي المعادله احنا راح نشوف الاشاره زائد اذا هو قطع ناقص، وايضا انا قايل لك هو اليبتيك سلندر، فهو اليبتيك سلندر منتهي من عنده تمام. زين فهنا شو اسوي؟ احاول اكتب المعادله بالصيغه الستاندر، اقسم على 4 طرفين المعادله اقسمها على 4، شو راح يصير؟ راح يصير بهالشكل، زد تربيع مقسوم على 1 يساوي ايش قد؟ يساوي 1. هاي بس هاي المعادله قسمتها على 4، ايش صار عندي؟ صار عندي معادله قطع، شوفوا ناقص لان الاشاره الاشاره موجبه. عندي هذا اكبر اللي هو 4 اكبر من 1. زين؟ فاذا هو وين واقع؟ واقع على الاكس، على الاكس بالضبط. المحور الكبير واقع على الاكس اكسس. هسه ايش راح اجي ارسمها بال 3 دي، لان احنا بدنا نقول سلندر، ورغم انه هو ايش بيه؟ هي احداثيات اثنين فقط اكس وزد. فاجي ارسم الاحداثيات كالتالي، هذا الاحداثي تمام؟ شوفوا هذا الزد زين؟ صح؟ وهذا الاكس، هذا الاكس اكسز. زين انا اذا اعرف انه المحور الكبير وين واقع؟ واقع على الاكس اكسز، فهذا الرسم مالته. شوفوا واللي هو يمثل عباره عن 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 سكشن واحد من الاسطوانه الكبيره اللي هو انا راح امدها اكملها. شوفوا هسه هاي هي منو؟ هذا السكشن واللي هو عباره عن اليبس واقع بين من؟ بين الزت
والاكس بلين زين. هسه بما انه هو اسطوانه فراح انطي بعد اخر المن للواي، انطي من يمي كيفك، تعطي زائد ناقص 4 وات ايفر يو لايك، شو تحب تخلي تخلي. هاي الاسطوانه راح نحاول نمدها ونرسم، طبعا هذا الرسم كله فتشي كله رف يعني مو دقيق 100%، بس نحاول نوصل فت فكره لكم انه اسطوانه بس المقطع المساحه المقطع مال هاي الاسطوانه شنو؟ عباره عن اليبس. شوفوا هاي التكمله مالت السطح، هاي تكمله السطح عفوا. زين خليني اشوفكم تطبيق موجود بالانترنت، لان صراحه عندهم برامجيات مرتبه هي اللي تسويها. شوفوا هذا هو نفس الشيء، طبعا نفس الرسم اللي انا رسمته، بس مجرد هنا المحور الكبير واقع على محور اخر اللي هو على محور الواي، والارتفاع عندكم بالزت منطي، يعني هو هذا كانما اليبس واقع بالاكس واي بلين ومنطي ارتفاع بالزت. بس انا بس مجرد انه اريد اوصل فكره لكم انه شوفوا حتى هاي كلها هاي الانواع هي يسموها اليبتيك سلندر. شوفوا هذا اليبتيك سلندر، هذا اليبتيك سلندر، بس دني شوفوا كل هذه الرسومات مجرد اختلاف بالمحاور، يعني المحور ده يختلف. هذا شوفوا هذا تقريبا نفس الشيء، بس هذا الجزء الاخير تشوفون هذا بالضبط الرسم اللي احنا رسمناه. تشوفوا هذا بالضبط الرسم اللي احنا رسمناه، بس هالمره اهم واقع يعني بس مجرد انه محور الاسطوانه ده يصير مكان اخر، بس نفس المبدا نفس العلاقات نفس هذا نفس الشيء. المهم فالقصد بس احب اشوفك شكل الاسطوانه شلون ده يصير بالضبط. زين اكو سؤال على الاليبتيك سلندر دكتور؟ اي اسال سؤال اذا ممكن. نعم تفضل. بجوز تستغربه من عندي بس لازم اسئله. لا اسال دكتور، هسه هاي المواضيع اللي جاي ادرسها انا ما اعرفها، لان انا ما درسها قبل ساعه وما اعرف شنو عنوانها، يعني بالعربي مو مصطلحات انجليزيه. يعني يا ريتكم مثل تقول لي، مثل هسه انا اتذكر قلت بالمحاضره قلت هاي المتراجعات، المتراجعات انا حياتي لا سامع بيها ولا قارئها. بلي. يعني اريد فد معلومه ابدي بيها من البدايه، بدايه الموضوع اتسلسل فيه، يعني مو احصل معلومه من نص المحاضرات وظل تايه ما اعرف بدايتها ونهايتها شنو. ما عندي اسبقيه بها بالمعلومه. شوف حسين مو هذا يعني هي شوف انت اللي تحكي به هو حقك. يعني انا اقصد لك يا شلون اريد ابني بناء من ابدي افتن بس اعطيني مجال حتى ابين لك وين النقطه اللي عندك مفقوده. النقطه المفقوده عندك اللي هي تختلف عن بقيه الطلاب انه انت حضرتك مكمل اعداديه لو شنو؟ انا كملت معهد. معهد زين. قبل المعهد مكمل التصف السادس لو ما مكمل؟ مكمل صناعه بس ما ماخذ هذه المواد. اي شوف مو هي هذا انا اعرف شنو انت بالضبط شنو اللي تعاني من عنده، لان انا صاحب تجربه ويا طلاب كلش هوايه نفس حالتك. ليش سالتك انا هالسؤال؟ سالتك هذا السؤال، الطلاب اللي خلفيتهم اللي جايين من خلفيه الصناعه هم الناس ما ماخذين هاي، بس يحتاج الطالب قبل صناعه يبذل جهد استثنائي. الجهد الاستثنائي يرجع الى الاساسيات. هسه اني هذا قبل شويه تتذكر قبل شويه من انطيتك اذا كان زائد هذا مقطع ناقص، اذا كان ناقص مقطع زائد، فهمتني؟ وشلون تحددهم؟ نعم. لان الطلاب شفت انت قبل شويه وانا دا احكي هم كملوا، يعني هم ماخذيها، فما يعاني من هذا الموضوع. انا صراحه اعتقد قله قليله تعاني من هالموضوع، ويحتاج لكم انت يعني جهد استثنائي. الجهد الاستثنائي هو هنا اي مكان عندكم بي جاب يعني فجوه لازم تمليها لهاي الفجوه. تبليها بهالطريق هذا. انا بالنسبه لي يعني كل اللي اقدر اسويه انه احاول انزل هواي بالمستوى، بس ما ارجع للاساسيات ما اقدر ارجع. يعني هواي اساسيات مثل ما قلت قبل شوي المتراجعات انت ما سامع بيها. اعتقد القطوع ايضا انت ما سامع بيها. بس يعني بس راح احكي حكايه بس مو لتاخذها عليك. بس انا اقول انه احنا يعني هذا مو صراحة مو it's not my job، يعني مو شغلي، مو يعني مو قسوة عليك، لا والله.
بس قصدي انه انت الخلفيه جاي من عندهم يعني تعرف شلون تختلف عن بقيه الطلاب اللي جايين من الاعداديه. فانا اللي اتمنى انه الجهد اللي يصير عليه من اكثر شيء على الطالب هنا اي اساسيات انت ما دارسها يحتاج يعني ترجع بيها لان واجبك هذا يعني انت ما يعني ما بيها مجال لازم يعني تجتاز انت هاي المرحله تتخرج بيها متطلبات هاي المتطلبات ترجع لي ورا بالهذا. اذا انا اقدر اساعدك ممكن يعني في مواضيع ما فاهمها اقدر اشرح لك اياها مو مشكله بس ما اقدر ارجع مثلا في كل جزئيه ارجع للاساسيات. بالمناسبه انا تقريبا هم دارج على الاساسيات ولو بشكل سريع تعرف شلون بس هنا القطوع ما اقدر اعيد لك اياه لان الموضوع كلش شائك ومعقد وصعب اقصد اعيده هسه وارجع اعطي محاضره اليوم ما اقدر يعني وقت ما يكفيني. فتشوف هسه مثلا بس ما اطلب منك تعيد بس لكن يعني مثلا تعرف الموضوع يعني مثلا اكو مصطلحات تحكيها باللغه الانجليزيه انا ما اعرفها لان انا اتبع وياك يعني انا ما اطلب منك تعيد بس لكن يعني احاول اسجل ملاحظات. صح هسه عندك الإليبس قطع ناقص انا اذا احكي هسه قبل شوي حكيته يا طلاب الإليبس اذا كان إليبس قطع ناقص نسميه هسه الطلاب اذا تسالهم يعرفون الإليبس شنو يعني اقصد الطلاب اللي دارسين صف اول او حتى يجوز بالسادس ماخذي يعني ما ادري المناهج تغيرت صراحه يجوز ماخذي بالسادس لان انا صراحه احد زملائي هنا بالمنطقه ابنه صف ثالث متوسط معادلات القطع المكافئ هسه اكو نعطيهم اياه بس ما مسميها يعني قطع مكافئ لا منطيهم معادله مثلا واي يساوي اكس تربيع بهالشكل هذا بالضبط واي يساوي اكس تربيع شلون ترسمها ارسم لي اياها بس ما قايل لها قطع معادله قطع مكافئ تعرف شلون فالقصد انه الطلاب نعم القطع الناقص والزائد ما اخذناها رشاد مصطفى رشاد اخذناها السادس ما اخذت ورسم شلون ترسم اي بلي والحديد البؤره شلون تحددها والرؤوس شلون تحددها مصطفى الرسم هسه انا من اقول لك انت راس القطع على اكس شلون لازم ترسمه مصطفى ماكو انا دارس صف سادس القطوع من اقول لك البؤره غير ترسم الاكس والواي وتخلي البؤره لو بؤره هيك بالهواء لازم تثبتها ما ادري اذا بقيه الطلاب رجاء بس يصححوا لي اذا انا خطأان اكو راس ماخذينها نعم ماخذيها مصطفى عباس ماخذيها لا لازم ترسم صح دكتور احنا شلنا نرسم ما مطلوبه نرسمها بالهامش ما بتلحل ونلغيها يعني بس لغرض الحل على العموم لا الحسن هان هسه سؤالي لكم بالنسبه لكم لا انا من دا احكي هسه بالقطوع واقول لك اي لا دا اقول لك يقع المحور الكبير على الاكس اكسز او على السيني ويقع المحور الكبير على الصادي بس انا من دا اقول لك دا تفتهم شنو لا يعني دا تفتهم شنو اللي انا دا اقوله لا اذا ما تفتهم حتى تنضمون لحسين انه مثلا تقولوا لي اوكي يعني احنا ما ماخذيها تعرفون شلون حسين هسه صار معلوم معلوم دكتور معلوم يحتاج لك جهد استثنائي ترجع بالنسبه للانجليزي انا اوكي وياك قل لي ايش تعني هذا بي يعني هسه الاليبس ونسميه طبعا هو اليبس قطع ناقص الاليبسويد هذا بس صفه يعني صفه اسطوانه شكلها بيضاوي اليبسويد صفه توصف الاسطوانه بيضاويه الاليبس وحده هو بيضاوي السيركل نعرفها دائره اللاين خط مستقيم الهايبربولا قطع زائد والبارابولا هذا بارابولا طبعا بس راح ناخذ الهايبربولا بارابولا قطع مكافئ بارابولا قطع مكافئ اذا تقدر تسجلهن وقول لي انت ايضا قول لي اثناء الحل انا هذا شنو معناته وموجود حتى اذا تبحث عنه بالانجليزي بالانترنت كل شيء هواي موجود كل شيء هواي تقدر حتى يوتيوب اصلا اليوتيوب يعني مليان محاضرات واشياء شنو اللي تريده انت لا دكتور اذا على هاي عندي ملزمه ملخصه يعني بهاي المواضيع كلش بسيطه انا احولها له مشكور اذا تقدر تعطيها اي اعطيها لحسين خلي يشوف يطلع عليها حسين انا ما اريد صراحه انا بس باوع على اللي لا اسويه
هسه زميلكم مصطفى قال البؤره وهاي التفاصيل، انا ما اريد لا بؤره من عندك ولا شو ما اريد، شوف بس باو عليه. لا انا اريد رسم عام هسه شوف. نعم دكتور انا قلت لك على القطع الناقص والزائد قبل نطلعها من خلال البؤره بلي بلي. من خلال معادلات ما كان عندنا رش هيك يعني ما كنا نطلعها برش. على العموم هسه مصطفى مو زملائك قالوا لا اكو رسم انت ما تقدر ترسم ما تقدر، بس انا قصدي هاي التفاصيل ما نحتاجها، لا نحتاج احداثيات الراس ولا نحتاج احداثيات هو اذا طلبوا من عندك اريد من عند بلي بلي. لا هسه احنا غير شيء مصطفى، على غير شيء نسولف، نسولف على انه اني اللي اريده من عندك انه تفتهم توزيع المعادلات. هسه انا قبل شويه انطيتكم هذا هاي المعادله بس انتبه عليها. هسه هذا اي تربيع هو، ليش انا اقول اي تربيع وبي تربيع؟ خلي نعطيها ارقام احسن، خلي نعطيها ارقام. تخيل الست عندك هنا 9 وهنا عندك 4 زين. نعم تفضل. ترى انا هم مشكله حسين هم خريج صناعه ومعهد هم واجه نفس مشكله مال حسين. بلي صح انا اقول لك صح، لان انا سالت لحسين اول ما قال لي ان ذني الاشياء انا ما شايفها، عرفت انه هو الباك جراوند مالته الخلفيه اللي جاي من عنده مو خلفيه اعداديه، لذلك التحكم يعني هذا بس يتطلب من عندكم في نفس الوقت جهد استثنائي حتى انت تواكب ويا زملائك. وهواي زملاء من عندكم تخرجوا وهم كانوا صناعه ومعهد وبعدين كملوا وتخرجوا وصاروا مهندسين، تعبوا غير تعبوا على نفسهم. اكيد استاذ. تفضل انوار. اكيد استاذ شكرا جزيلا. اهلا بك. هلا اهلا وسهلا. زين خلينا نرجع، بس انا اريد ارجع شوف شلون بدي افسرها باوع. هاي عندك انت معادلات القطوع، هذا قطع هسه هذا انا خال بي القطع الناقص والقطع الزائد زين. اذا كانت بس انتبه على حكي، اذا كانت الاشاره بين الحد الاول والحد الثاني هاي الاشاره موجبه، هذا نسميه قطع ناقص. القطع الناقص احتماليات حسين بس شوف لنا ذني ذني اذا فهمتها خلاص. ايش بي القطع الناقص؟ بي محورين، محور كبير ومحور صغير. يعني شنو معناته محور كبير ومعناته شنو محور صغير؟ راح اعطيك مثال ايضا تفهمه اكثر بعد. شوف اذا الاشاره زائد وهو قطع، قطع ناقص، قطع الناقص بيضوي يعني من اسمه من عنوانه اسمه بيضوي، هذا البيضوي زين. هو من بما انه بيضوي بي لازم محورين، محور كبير ومحور صغير. هذا المحور الكبير شوفه اللي هو المحور الكبير وهذا المحور الصغير، يعني شنو معناته؟ هو مو 9 لازم جذر 9 3 وهذا ايش قد؟ هذا 2 زين. هاي الاشاره شنو كانت؟ اشاره موجبه اذا قطع، قطع ناقص يعني بهالشكل زين. بقى هذا المحور الكبير واقع على الاكس لو على الواي، لازم شلون نحدده؟ نباوع على المقام. هنا المقام 9 اكبر من ايش قد؟ من 4. اذا هو وين واقع؟ واقع على اليمين على الاكس اكسس، هذا هو صح. لو نفرض تبدلت 9 مكان 4 والأربعة مكان 9 شو راح يصير؟ القطع راح يصير هالشكل، هذا نفس هذا الرسم بس يتحول إلى على الواي أكسس. راح يصير هنا الثلاثة الكبير وهنا الاثنين راح يصير الصغير زين. هسه هذا مفهوم حسين؟ مفهوم دكتور عاشت إيدك. إيدك هسه هذا القطع الناقص زين. إذا عندي قطع زائد وين اروح اشيك؟ الاشاره سالبه. اذا اذا كانت الاشاره بين الحدين سالبه هذا يسموه قطع زائد. شوف انتبه على كلامي، هذا قطع ناقص اشارته موجبه، القطع الزائد اشارته سالبه. ايضا القطع القطع الزائد اما يكون بهالشكل هذا رسمه يعني واقع على الاكس اكسس، هذا المحور الطويل، شوف هذا المحور الطويل كله وين واقع؟ على الاكس. او يكون بهالشكل هذا واقع على اليمين على الواي، هذا المحور الكبير. شلون نحدد هو واقع على اكس او على الواي؟ تروح تشوف، اذا تروح تشوف من عندهم موجب. هسه هنا عندي الموجب وين؟ يعني تشوف الاكس الموجب لو الواي موجب، هنا الواي عندي سالب، يعني اقصد الكوفيشنت مالت الواي، المعامل مالت الواي سالب، هنا المعامل مالت الاكس موجب، اذا هو وين واقع؟ واقع على الاكس، هذا هو المحور الكبير.
فاذا هو هذا الرسم مالتي المطلوب. زين راح اسال سؤال لكم موجه للكل. اذا كانت الاشاره موجه للكل اريد اشوفكم فاهمين لو لا. اذا كانت الاشاره هنا موجبه انتبه عليها. اذا كانت الاشاره موجبه هنا وهنا كان عندي هنا 9 هذا شو نسميه المعادله؟ قطع ناقص. قطع ناقص بس اخلي الاكس على حسين رياضي يقول قطع ناقص، منتظر يقول قطع ناقص، بعد منو من يقدر يقول لي؟ يعني معناته الاي يساوي بي موجبه لو سالب موجبه الاشاره. لا الاشاره موجبه، شوف هنا الاشاره انا اعطيتك اياها موجبه، تفهم شلون؟ نعم استاذ. شوف المقام جوا الاكس 9 والمقام مالت الواي 9، اثنيناتهم 9 والاشاره موجبه، هاي شنو معناته؟ لما يساوي محور الواي يعني لما يساوي المحور الكبير وين المحور الصغير؟ هذه نعم مساويات. اي شو نسميها هاي المعادله؟ استاذ مصير قطع زائد اعتقد من الدقيقه المكافئ استاذ قطع مكافئ مضغط الاسد اي يساوي البي اي يساوي بي. لا احمد شويه بعد شويه وصلت دكتور اذا بس اي محاور راح تجي على شكل دائره لان فيها تنساون. من يجاوبني؟ حسين ابراهيم عشيدك ابو علي طلاب. هو العدي اي وعدي بي شلون يصير اليبس؟ شكرا جزيلا حسين. هو هسه هذا مو محور طويل وهذا محور صغير. اذا المحور الكبير ساوي المحور الصغير شو يصير هنا؟ راح يصير دائره. يعني هذا بالضبط هسه الدائره مو على الاكس وعلى الواي متساوي. هاي المعادله نفسها اضربوا لي اياها في 9 شو يصير؟ هذا المقام شو يصير؟ واحد. هذا يصير مقام واحد وهذا شو يصير؟ 9. فاكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 9، معادله نصف قطرها 3 يا عيني. اي صحيح يا دكتور 3 بس هو مو قطع الناقص يعني من الرسم نفسه. هو شوف بس اقول لك شغله، هو اصلا القطع الناقص او الدائره هي حاله خاصه من القطع. تفهم شنو قصدي حسين؟ يعني القطع الناقص هو حاله عامه، شلون تصير الدائره حاله خاصه من عندها؟ لما الاي والبي يساوون. انت كانه ايش يصير بالقطع؟ دا ينضغط بطريقه بحيث يصير بشكل دائره، يعني هذا المحور احنا نقول يزحف لهنا وهذا المحور الكبير يزحف وش يصير؟ كانه يصير دائره بالضبط. هو هذا اللي يصير، يعني الاي لما يساوي بي يصير دائره. فانا اريدك ايش تفكر؟ يعني صراحه انا دا اشوف يعني يحتاج انه انت شوف الثاني كلكم اتخذتوا القطوعات. ما دخلت التفاصيل البؤرة والرأس وين يقع، هذا نسميه مفهوم مجرد، يعني أنت تباوع للأمور بشكل أكثر تجريد. تفهمون شنو قصدي؟ باوع للمعادلات تتحسسها من دون أرقام، تتحسسها شلون تتصرف بدون أرقام. تمام؟ فشكرا جزيلا لحسين وبقية الطلاب اللي شاركونا بالمحاضرة. أكو سؤال لحد هاللحظة؟ ماكو سؤال. حسين فهد يراد لك تشيك ويا بقيه زملائك على مود الموضوع شو اسمه موضوع القطوع. خلي اخذ بعد ان شاء الله خلي اخذ بعد فد مثال. طبعا اكو قسم من ضمنها هاي اسئله محلوله. خلي اشوف. اوكي المثال هو كالتالي. اذا كان عندك زيت اريد تشاركوني رجاء، احنا يعني المحاضره فعلا يصير لها يعني نكهه لما الطالب يشارك وياي نتناقش وما بيها شيء. اذا جاوبت خطا يعني مو معناته نهايه العالم او مو معناته العفو، مع احتراماتي ان ما تفتهم. لا النقاش يجيب نتيجه. انا متاكد اليوم الاجابه عن موضوع الاي يساوي البي رسخت في اذهان كل الحاضرين والمركزين طبعا ويانا بالمحاضره. شوفوا هذا اليوم هنا أنا عندي أريد أرسم هذا السلندر أو هذا السيرفس. شلون أرسمه؟ زين إحنا اتفقنا إنه مباوع هذا زد وهذا واي. خلينا نتفق على سياق. السياق إنه نرسمه إحنا بال2D وبعدين نعمم بال3D. خلينا نقول إنه الزد بهالاتجاه هو هذا الزد الأعلى. زين الزد يساوي واي تربيع على 4. من يقول لي هاي المعادلة شنو؟ طب قطع مكافئ ممتاز بعد تساوي واي تربيع
من اللي يجاوبني؟ عباس. تمام عباس. عباس نعم. اي هنا قطع ممتاز، قطع مكافئ. هاي القطع المكافئ زيت شو يساوي؟ خلينا نسميها بهالشكل، واحد على أربعة ربع، او تحب نسميها هالشكل 0.25. اوكي، من شنو؟ من الواي تربيع. الواي تربيع ممتاز. فهنا خلينا ناخذ الاحداثي، وهذا نسميه واي، مو مشكله. ليش سميه ثاني؟ لانه انا اصلا عندي هنا تربيع. شوف حسين هم وياي، يعني حسين فهد، هذا قطع مكافئ. قطع مكافئ، القطع المكافئ بكم حاله؟ باربع حالات. خليني اعطيك اياهم الحالات حتى هم تخليها ببالك. عندي خلينا ناخذها بهالشكل هذا، واي يساوي اكس تربيع. شوف ايش دا اسوي انا يعني بابا. واي يساوي اكس تربيع، هذا الواي وهذا الاكس، تمام؟ زين، اذا عندي اكس تربيع نقول عنده، خلينا نقول احنا عندنا هذا الكير باثنين اجنحه، لان عندي تربيع، بس الاجنحه وين واقعه؟ تناظرها ويا من؟ ويا الاكس، يعني جناح منا وجناح منا على الاكس. اذا اخلي سالبه ايش راح يصير؟ القطع للاسفل، نفس الرسم بس للاسفل. زين، هذا هسه حاله اولى. اذا عندي اكس يساوي واي تربيع ايش راح يصير؟ هذا الواي وهذا الاكس، يصير على محور الواي. ممتاز، راح يصير بهالشكل، يعني الاجنحه على الواي. زين، اذا سالب الاجنحه وين راح تصير؟ ايضا على الواي، بس الفتحه مالت القطع شو تصير؟ في المكان السالب. هسه هاي الاربع حالات خلاص، بس تفتهمها هيك، بعد كل شيء ما اريد منك، كل شيء بعد ما اريد منك. هسه تقريبا حالات القطوع كلها يعني وفيناها، كل المعادلات ومفاهيمها هو هذا كله مختصر بهاي المحاضره فيها. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. فهنا عندي الاشاره موجبه، اوكي عندي اشاره موجبه، وهذا عندي زد وهذا عندي الواي. واي يساوي هذا 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 الرقم، لا تعير له هواي اهميه، يعني هذا الربع لا تعير له هواي اهميه. هذا شيء يفرق، صراحه اقول لك وين يفرق. قلنا انه واي تربيع الاجنحه وين موجوده ما تنقطع؟ على اليمين على الواي، صح؟ هاي الاجنحه على الواي، الاشاره موجبه للاعلى. بقى هاي 0.25، لو نفرض هاي القيمه هنا صارت 4 مثلا بدل 0.25، بس مجرد الفتحه تزداد، هاي الفتحه كل ما هذا الرقم يزيد، كل ما الفتحه شو يصير بها؟ تكبر اكثر ما تنقطع. زين، هذا الرسم ما تنقطع. اريد هسه هذا الكلام اسقطه بال 3 دي، كلش سهل، لان انا دا اقول لك سلندر. زين، العفو، هذا الزد تمام، وهنا الاكس وهذا الواي. زين، عندي زد يساوي واي تربيع، الاجنحة وين؟ على الواي، تمام. زين، العفو، الاجنحة تصير على الواي هنا، مضبوط؟ لان هنا عندي واي وهنا عندي زد. زين، وانا دا اقول لك اسطوانه، بس مجرد انه تعطيها امتداد الاسطوانه باتجاه الاكس اكسس وتكمل الرسم، فش راح تصير؟ راح تصير كانه اسطوانه مقطوعه بالنص، يعني اسطوانه بها مقطع طولي، وهذا نكمله بالجزء السالب ايضا، هذا الرسم، وهذا ايضا نكمله هناك. هسه تتخيلون شنو اللي دا يصير بالضبط؟ احنا نقول كانه عندك برميل بالضبط ومقسوم، شلون الشوايه؟ شايفين الشوايه مالت اكو مرات يسوون البرميل يقطعوه يسووا شوايه مال، شلون سين بالضبط؟ نفس الشكل دكتور، هذا برميل يقصونه يسوون ببناتشر. عافية، بالضبط حسين، هسه بالضبط حسين بديت التسد، يعني تربطه ويانا بالضبط، برميل مال المي يفحصون بيه البنشر مال التشوب مال التاير، او حتى التاير يفحصوه، بس مجرد انه تغلقه منه وتغلقه منه يصير برميل. بالضبط، فهو هذا اللي هذا كل تقريبا المفاهيم يعني مش شابهه. هذا مثل ما قلت لكم هنا، هذا الرقم، هذا الرقم اذا زاد اذا كبر هاي الاسطوانه تبدي تنفتح اكثر، يعني الفتحه هاي الفتحه مالت القطع
يعني راسمها بالبكالوريوس طبعا. يمكن شوي ما اعرف هسه اذا راح افتح كاميرا واشوفكم الرسومات اللي راسمها. نعم تو راح الصوت تسمعوني طلاب هسه واضح؟ اي هسه واضح 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 دكتور جالس معك. تمام راح اشوفكم الصور ما اعرف اذا تكون واضحه او لا. بس شوفوا هاي الصور انا راسمها بالبكالوريوس يعني شويه يعني راسم والسطوح ملونها باللون الاحمر اوكي شويه صعب علي انه اسويها هنا لكم بالالكتروني فلذلك انا اضطر انه اروح احاول القي فد شيء بالانترنت جاهز التظليل مالته مرتب اقدر اوصل الفكره لكم دي ما اعرف هذا عندي او ما عندي يمكن ما عندي هذا الرسم طبعا هاي الرسومات اللي تشوفوها كلها سطوح موجوده كلها عندكم هذا بالضبط هذا هسه قريب على الشيء اللي اخذناه هذا الرسم اللي بالوسط شوفوا زيت يساوي اكس تربيع فشيء مقارب كل شيء موجود بالانترنت طلاب يعني خصوصا هذا الموضوع بالذات اذا انت تحس انه ما مسيطر او فشي تقدر تروح للجوجل مو بس نسال جوجل بالامتحان نحاول نساله ايضا بالمحاضرات خلي اشوف فشي مقارب ما اعتقد هو هذا الرسم هذا الرسم اللي بالوسط هو اكثر رسم ملائم للشيء اللي اخذناه اني الان يعني راح اضطر انهي المحاضره لان يعني احس انه يمكن شويه تعبت له لا نستمر له ننهي يعني حتى انطي فرصه لكم ترجعون تراجعون بها هذا 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 الموضوع يحتاج ترجعون للاساسيات شويه هذا هو دكتور انهي اوكي الله يسلمك الله يسلمكم راح احاول ادفع اعطيكم الحضور عن طريق ال الجوجل كلاس روم واي طالب يعاني من مشكله تسجيل الحضور منها يقدر وين يرجع يقدر يرجع لل من الجوجل من داخل الجوجل كلاس روم يدخل على الاجتماع يقدر يسجل الحضور مالته لان صارت تصير مشاكل انه اكثر من مره ما تقدرون تسجلوا الحضور فاللي يدخل هنا وأمضيها أعتقد راح أوكي هذا الحضور خلي أوقف التسجيل خلاص التسجيل توقف